متابعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاجال سيتي. مجلس مدينة الدار البيضاء وعمدة مدينة الدار البيضاء كملت أزيد من 100 يوم على انتخابها كأول امرأة تسير مدينة الدار البيضاء في جميع الدول الديمقراطية والأعراف الديمقراطية. فاش دوز واحد 100 يوم تنديروا التقييم وتيكون عندنا الحق باش نقيموا العمل ديال المسؤولين اللي انتخبوا مؤخرا. غادي نناقشوا هذا المحور الى محور محور اخر وهو المعارضة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء مع السي مروان راشدي عضو مجلس مدينة الدار البيضاء وايضا عضو مجلس مقاطعة الحي المحمدي عن حزب الاتحاد الاشتراكي. السي مروان مرحبا بك. مرحبا، شكرا، مساء الخير وتحية المتتبعين قناة أنفاس بريس. سي مروان، كما قلت بأن داز الآن 100 يوم على انتخاب عمدة الدار البيضاء، بالنسبة لكم شنو التقييم الأولي لهذه التجربة هذه الجديدة؟ ومن الناحية العلمية ملي كنبغيو نديرو التقييم كنديرو التقييم بناء على معطيات وعلى برامج وعلى وقائع. لحد الساعة مجلس مدينة الدار البيضاء لم يشرع في بداية تصدير برنامج العمل لمدينة الدار البيضاء، وبالتالي يمكن لان نحكموا غير النوايا والسلوك. ما يتبين من خلال السلوك ديال 100 يوم الاولى هو اول حاجه هي النزعه ديال الهيمنه والتغول، بحيث ان اغلب القرارات، الا ما اقول جميع القرارات اللي دارت وجميع الترتيبات اللي دارت، هذه القرارات ما كانش فيها اشراك الباقي الفاعلين السياسيين داخل مجلس المدينه الدار البيضاء، بحيث ان كاين ثلاثه الاحزاب زائد الحزب الرابع اللي كيدعمهم. هاد الاحزاب ماشي كلهم وجوه معينه فيهم هي اللي كترتب مختلف الترتيبات اللي كتجي تعرضها على المجلس بدون اشراك باقي المكونات السياسيه، لا على مستوى القانون الداخلي، لا على مستوى تشكيل اللجان، لا على مستوى الانتدابات. وباش نعطيك واحد السلوك بسيط اللي كيبين الهيمنه والتغول وعدم الرغبه في اشراك ماشي غير باقي الاحزاب بل حتى المكونات ديال هذه الاحزاب داخل الاغلبيه، فالمكتب دار واحد التقليد نعتبره محمود، انه قبل كل دوره لا ديال القانون الداخلي ولا ديال اللجان ولا ديال الميزانيه كان كيدير تكوين المستشارين الجدد. الهدف منهم هو كيقول بانه اشراكهم وفهمهم لهذه الاليات ديال الاشتغال. ولكن الدوره الرابعه اللي فيها انتدابات في المجالس وفي المهام ما دار تكوين، ما تشركوا القواعد ديال هذه الاحزاب، ما تشركوا باقي الاحزاب باش يعرفوا على الاقل يعرفوا شنو المهام ديال هاد الانتدابات، شنو الامكانيات اللي كتاح لهذا الممثل ديال مجلس المدينه داخل هاد الانتدابات. وبالتالي اش تبين ان اغلبيه التمثيليات اللي هي اساسيه ما نقولش تمثلوا فيها الاحزاب الاغلبيه، تمثلوا فيها نفس الاشخاص من الاحزاب الاغلبيه. وبالتالي التقييم الاولي كيبان بان ما كاينش تحالف حقيقي داخل المجلس. البعض تيقول بانه يعني من الظلم اننا نحكموا على هذه التجربه في اطار 100 يوم، هذه 100 يوم كانت غير فقط كما قلتي استكمال الهياكل تاع المجلس. واش تتفق مع هذا الراي؟ هذا انا متفق معك، داك الشيء ما حكمتش انا على المكتب. انا حكمت على بدايه التجربه وحكمت على تحالف بدايته كيبان بانه تحالف هش ما تبناش على اسس صحيحه. وقلت لك هذا التحالف وسط التحالف كاين تحالف، فلحد الساعه مكونات الاغلبيه ديال هذا المجلس والاعضاء اللي كتمثل هذه الفرق ديال الاحزاب ما مشاركاش في القرار. الى انتبهت الاعضاء تاع الاحزاب حتى هي ما مشاركاش في القرار. والى انتبهتي للتمثيليات اللي دارت في الانتدابات غتلقى نفس الاشخاص، نفس الوجوه وكانه هما بوحدهم اللي مرشحين. هما تيقولوا نفس الوجوه لان الوجوه راك ما تجربه في الشان المحلي على مستوى الدار البيضاء، ما يمكنش نغامروا بوجوه جديده. شوف سبحان الله العظيم ان هذه الاسماء اللي راك ما تجربه متواجده غير في المواقع اللي فيها انه واللي فيها نقاش واللي فيها مصالح معينه. فراه نفس الاشخاص كاينه في مجلس التعاون، نفس الاشخاص كاينه في مجلس التدبير ديال ليديك، نفس الاشخاص كاينه في مجلس التدبير ديال اسواق الجمله. اللي تيصوتوا عليه معناتها الديمقراطيه راه هي هذه، الانسان تينتخب تيصوتوا عليه. اش قلت لك انا؟ الان ملي كنديروا حنا قراءه انا ما كنلومهمش مادام قبلوا احزابهم بهذه القرارات انا ولكن القراءه الاوليه كتبان بان كاين تغول وسط تغول. التغول الاول هو ان هذه الاحزاب الاغلبيه ما شاركاش باقي مكونات المجلس، والقراءه الثانيه هو وسط هذه الاحزاب الاغلبيه كاين تغول اخر ديال اسماء على معدود على رؤوس الاصابع. ولكن ميدانيا خاص تكون، ما تنساوش بان ضروري تكون بصمه على العمده على مستوى الميدان، حيت المواطن ما شوقوش في هذا الشيء اللي تنهضروا عليه دابا، استكمال هيكل المجلس، انتخابات، انتخاب اعضاء المجلس في المؤسسات. الان المواطن باغي اللمسه ديال هذا المجلس على مستوى الارض، على مستوى الواقع.
انا كنعتقد الخلاصه اللي قلتي هي اللي كنامن بها ولا طرحتها داخل المجلس. المواطن ما كيهموش الصراعات الداخليه، ما كيهموش المشاكل اللي واقع، كيهمو مصلحه البيضاويين ومصلحه الدار البيضاء. حنا لحد الساعه بالنسبه للسيده العمده ولا حتى المكتب ديالها حنا كنستبشروا فيهم خيرا. حنا ما كنجوش من الاول كنكونوا عدميين، حنا كنستبشروا فيهم خيرا. لحد الساعه كاين تاخر في بين انطلاق برنامج العمل ديال الدار البيضاء. الا لاحظتي من جهه الجهه بدا انطلق في تحضير برنامج عمل الدار البيضاء باقا ما انطلقتش، وبالتالي غنحكموا النوايا وغنحكموا العمل ديال السيده العمده واعضاء المكتب اللي معها بناء على برنامج العمل اللي غيجيبوا لنا، وشنو الاولويات اللي فيه. واش هذه الاولويات كتهم البيضاويين وكتهم مصالح البيضاويين؟ ممكن ان نكونوا معها. الا ما كتهمش البيضاويين انا داك غننتقدوهم وغادي نوقفوا ضد. واش انت متفائل بان هذا المجلس غادي يقدر يخرج البرنامج العمل ديالو في هذه السنه، هذه السنه الاولى، علما كما تعرفوا الناس البيضاوي بان المجلس السابق ما خرجش البرنامج ديالو حتى دازت واحد المرور تاع ثلاث سنوات تقريبا. هو كان المفروض ان نراكموا التجارب، وكان المفروض ان المكتب الحالي يستافد من التجارب السابقه، ولكن كيبان لحد الساعه انه باقي ما انطلقش تحضير البرنامج العمل، واخاف انه يكون مصيره مصير المكتب السابق، وبالتالي هنا اللي كيضروا هما البيضاويين والبيضاويات. بالنسبه لك شنو الاولويات اللي خصو يركز عليها هذا البرنامج تاع العمل ثم كيف المعارضه؟ وشوف الدار البيضاء محتاجه بزاف الحوايج، وانا كما قلت في الدوره ديال الميزانيه حنا خصنا نحطوا اولويات سنه بسنه. كل ما يمكنش نجيبوا بزاف النقاط ونقول هذا هو برنامجنا، لا، خصنا برنامج سنوي. سنوي كيقول هاد السنه غنقيسوا مشكل النقل، هاد السنه غنقيسوا مشكل المساحات الخضراء في الدار البيضاء، هاد السنه غنقيسوا مشكل الاناره في الدار البيضاء. كاين بزاف المشاكل، ولكن خاص انا ما غنذكرش على برنامج عمل. حنا كنتسناو برنامج عمل اللي غيجيبوه لنا المكتب، وانا داك غنتناقشوا معاهم. انت من الموقع تاع المعارضه كيفاش شفتوا اللي بغي نقولوا بين قوسين الحرب التفويضات داخل المكتب الموسيقي واحتفاظ العمده بالتعمير؟ هو داك الشيء اللي قلت في الاول باقي كنقوله، راه قلت لك كاين اطراف خارج المكتب عندها يد في هذا الشيء، ولكن انا ما مسؤولش ندافع على الاخوان اللي متواجدين. المفروض اخوان كيمثلوا احزاب وكيمثلوا تحالف، خصهم هما يخرجوا يقولوا لنا وجهه نظرهم في هذا التحالف، في هذه التفويضات اللي طاتهم، واش موافقين واش ما موافقينش عليها. انا داك عاد نقولوا احنا وجهه نظرنا. واخا نمشيو للمعارضه، انتم كمعارضه للاتحاد الاشتراكي للعداله والتنميه التقدم والاشتراكيه الحركه الشعبيه، واش شكون يمثل المعارضه داخل مجلس مدينه الدار؟ ايوا حيت هذا المشكل تطرح يعني على مستوى تفويت احدى اللجان خاص لجنه المعارضه، لجنه تاع المعارضه، وقع واحد النقاش ما بين العداله والتنميه والتقدم والاشتراكيه حول هذه القضيه دي. شكون يمثل المعارضه داخل المجلس؟ هو لحد الساعه كاين مجموعه الفرق ما نقولوش معارضه اللي ما داخلاش في التسيير الاغلبي ديال هاد المجلس، وبالتالي في هاد الفرق كاين وجهات نظر مختلفه ومتنوعه. لحد الساعه كاين اخوان اندمجوا في فرق الاغلبيه. ملي كنقولوا الحركه الشعبيه كنقولوا جبهه القوى كنقولوا هاد الاخوان راه دخلوا للفرق الاغلبيه والتحقوا بهم، وبالتالي اللي بقى عمليين هو فريق ديال العداله وديال التقدم والاشتراكيه وممثل الاتحاد الاشتراكي وممثل اعتقد فيدرال اليسار اللي باقي ما التحقناش بتشي فريق. والعمل ديالنا كمعارضه غيبان في الاساس ملي غنبداو في طرح برامج، في طرح الاشكاليات الكبرى ديال الدار البيضاء، لان كما كنقول لحد الساعه باقيين كنذكروا غير في الشكليات وفي التدبير الداخلي ديال المجلس. لو تكون عندكم تنسيق على مستوى المعارضه من بيناتكم مستقبلا، واش تفكروا في هذه المساله تاع التنسيق على مستوى المواقف؟ وهو في الاصل التدبير الجماعي والتسيير الجماعي ما كتكونش جاي في بنيه المعارضه. التسيير الجماعي كيهم الساكنه، كتكون جاي بنيه الفعل والعطاء والاصلاح. انا ذاك ملي ما كيكونش تجاوب كيكون رد فعل ديالنا كمشاركين داخل مجلس المدينه، وبالتالي حنا كاخوان اللي ما داخلينش التسيير ديال المجلس ما فيها باس نكونوا منسقين بعضياتنا، وغاتجي اعتقد يعني ان غاتجي فترات اللي غنحتاجوا التنسيق بعضياتنا. هذا الشيء تيبقى الشهاد ديالكم ولا ضروري تدخل الاحزاب ديالكم؟ ثم انت كتحد الشراكي ضروري الموقف تاع الحزب مع العداله والتنميه ضروري الموقف تاع الحزب، ولا يكون غير الشهاد الشخصي ما بين الاعضاء؟ لا، هو شوف الشان المحلي راه دائما شان محلي ما مرتبطش بالسياق الوطني. حنا داخل مدينه الدار البيضاء الى دعت المصلحه والضروره المصلحه ديال المواطنين اننا ننسقوا فيما بيننا ما يمكن اذا نمدوا يدينا. يعني انت ما عندكمش مشكل في الاتحاد الشراكي انكم تمدوا يديكم العداله والتنميه وتنسقوا بيناتكم، علما هذا الصداع اللي كاين الان ما بين العداله والتنميه خاصه مع التصريح الاخير تاع بالكيران اللي وصف دار الشقار بالغدار. هو شوف كاين جوج مستويات كما قلت،
داخل الدار البيضاء احنا مادين يدنا واخوان مناضلين، وحنا مناضلين كل من مجاله، كل في توجهه الفكري، كل هذا الا تلاقينا في نقاط مشتركه غنتعاونوا بعضياتنا وغنشتغلوا بعضياتنا، لان الهدف في نهايه المطاف هو خدمه ساكنين الدار البيضاء. بالنسبه للكلام ديال السي بن كيران، السي بن كيران كلام مردود عليه. السي بن كيران هو كيعيش واحد الوضع سيء، هو الله يكون في عونه، لانه واحد الراجل مر جميع القرارات السيئه اللي ممكن تدوس في المغرب، يعني جميع القرارات اللي رفضوا الحكومات السابقه ولا راس من الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي رفض يمررها، لا المقاصه ولا التقاعد ولا غير ذلك، هو مررها، ومني مررها راه جازا. ايوا جازا الانسان. انا كنتكلم بشكل شخصي، الانسان اللي كيتقاضى اجر على التقاعد ديالو كنعتقد مابقى عنده ما يدير بالسياسه. اللي بغى يدير سياسه يخلي المال ديال 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 الشعب ويجيب لنا وجهه نظر. نخلي الوطنيين نرجعوا ديما محليا. المشاكل الكبرى زعما ديال الدار البيضاء هي النقل، هي النظافه، هي واش تشوف هذا المجلس قادر بحل هذه المشاكل هذه في غضون 5 سنوات؟ الموقع ديالكم في المعارضه انتم. هو احنا ما يمكن الا نتمناو خير في البدايه، دائما كنتمناو خير ان هذا المجلس. خليت الامنيات واش انا جيت ميتم تقدر تحكم على قلت لك حنا كنتمناو خير ان يكون بالفعل هذا المكتب وهذا المجلس قادر على حل هذه المشاكل. ولكن البوادر الاولى لا تبشر بالخير. البوادر الاولى كتبين ان كاين تناقضات كبرى وسط هاد الاغلبيه، كاينه مصالح ضيقه وسط هاد الاغلبيه. نتمنوا حنا ديما كنتمنوا الصالح، نتمنوا انهم يداركوا هاد الشيء وندوزوا نذكروا على القضيه الكبرى اللي كتهم مدينه الدار البيضاء. الا دزنا القضيه الكبرى ما يمكن الا يلقاو منا اليد الممدوده، ولكن هذا العمل اللي كيقوم به لحد الساعه راه خارج مصالح البيضاويين. قلتي التحالف هاش تتفق مع الراي اللي تيقول بان اي توتر واي تصدع داخل التحالف الحكومي يمكن ياثر ايضا على التحالف داخل مدينه الدار البيضاء؟ وراه هو المنطق اللي دار به تدبير الحكومه وهذاك التغول اللي دار ديال الاحزاب وانعكس على جميع المدن ديال الدار البيضاء والجهات الدار البيضاء، هذا هو الخطير. جهه المغرب كامل هذا هو الخطير، لان اي تصدع في الحكومه غتوقع فيه غتوقف فيه مصالح المغاربه كامله. نعم. وهذا هو اللي ما انتبهوش ليه الناس، لان فرق ما بين التسيير الحكومي ما بين التدبير المحلي. كان خصهم يخليوا فرصه ان باقي الاحزاب تكون متواجده معاهم وتشتغل معاهم، باش الا جات شي تصدع كنعرفوا منين نقادوا الامور. سي مروان شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه انفاس بارس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.